ناخد التليفون. مدام ندى، مدام ندى اتفضلي. الو، الو، اتفضلي يا ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، انت عندك قد ايه؟ انا عندي 16. يا روحي، اتفضلي يا ندى. انا والله اول مره يعني اتكلم على التلفزيون كده، فمرتبكه جدا. لا يا حبيبتي، اتكلمي براحتك، واحده واحده. نورتينا. 16 سنه. 16 حبيبتي. الله يخليكي، انا بجد والله بحبك جدا وبحب برامجك. يا حبيبه قلبي نورتيني، كل سنه وانتي طيبه. انتي طيبه، حضرتك طيبه. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي دكتور، انا عندي اختي الصغيره، هي في سنه 5 ابتدائي. اوكي، مالها يا ندى بقى، مالها؟ ندى وطي صوت وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. خلاص ماشي. فانا لو هقدر مثلا ان انا مثلا اشجعها على الصيام، ان انا اجازيها يعني، ما برضاش اللي هو ايه افرض عليها او اضربها. فانا ينفع يعني اللي هو اجازيها مثلا لو صمتي لحد الظهر هجيب لك حاجه حلوه، او لحد العصر يعني كده عندها كم يعني. سنة؟ عندها كم سنة يا ندى؟ هي عندها يعني في 10 اهو. 10. اوكي. انت ما سمعتيش، ما تابعتيش من اول كلامنا صح؟ ما احنا كنا لسه بنتكلم في الجزئيه دي، بس هنقولها لك تاني يا ندى. بالظبط. طيب حلو قوي. ناخد هناخد تليفون تاني ونجاوب. اتفضلي مدام مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذه لمي؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يخليك. لو سمحت انا كنت بس اسال حضرتك، يعني انا معايا ابني في سنه اولى ابتدائي. اوكي. فطبعا حضرتك يعني انا قاعده في بيت عيله، يعني جوزي قاعده في بيت عيله وكده. فبرضه ابن عمه قده في السن، بس هو بيصوم يعني بيغصبوا عليه ان هو يصوم لحد المغرب. فبيفضلوا يغيظوا ابني انا مثلا ان انا يعني مش عارفه ان انا اعوده يصوم لحد المغرب، يعني مثلا لحد الظهر، لحد مثلا العصر وكده. فابني بيزعل. طبعا هو الولد الثاني طبعا بيديله ايه فلوس مثلا كده، بس انا مثلا ان انا بعود ابني يعني مثلا ساعتين لحد الظهر مثلا العصر وكده. فهو طبعا زعلان وانا مش عارفه ان انا اعمل ايه، يعني السنه دي مش ابدا معاه ازاي. زعلان ان هو ايه، ان هو ما مش قادر يحقق، ان طبعا هم بيضايقوه، هو يعني مثلا بيضايقوه بس هو حضرتك بيضايقوه بس. فبيقول يا ماما لا انا هصوم يا ماما، طبعا هو يعني هصوم يا ماما لحد المغرب. هما سنهم كام؟ انا خايفه ان انا مثلا اغصب عليه ولا حاجه. هو يعني هو ابن حضرتك في اولى ابتدائي بتقولي؟ في اولى ابتدائي. يعني كام سنه؟ وهما كام بقى؟ يعني ست سنين. ست سبع هما كام بقى؟ حضرتك بيفضلوا يا دكتور يضايقوه يعني يضايقوه. والتاني قد ايه يا مدام مروه؟ برضه حضرتك قده بس اكبر منه باربع شهور. تمام. بس انا مش عارفه اعمل ايه حضرتك يعني. تمام. طيب حاضر حاضر، عندك اي سؤال تاني؟ شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. شكرا يا دكتور. نشكرك. طيب نجاوب ندى الاول، هي يمكن ما تبعتش من الاول، بس نقول لها كده تاني الخطوات اللي تمشي. يعني احنا كنا بنتكلم لميا انه مثلا نحدد الحد الادنى من الساعات اللي ممكن يتحمله طفلنا، وعلى فكره ليه ارتباط بالسؤال التاني. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني وممكن تجيب مج كبير زي بتاعنا ده كده وكوبايه صغيره وكوبايه اصغر، وتقول ده يقدر نعبيه كميه قد كده وده كميه قد كده، بحيث ان احنا الاختلاف ما فيهوش مشكله. فبالنسبه لاخت البنوته صديقتنا دي، كل ما احنا قلنا ثلاث حاجات، كنا بنقول ان احنا نكافئها لو خلصت عدد الساعات الصغير. حط انا رايي مش يا لميا، افرض انا عارف ان ابني مثلا قدرته 4 ساعات، حط له 3 اصغر من اللي انت عارف ان هو يقدره، مش هقول لك اكبر، اصغر من اللي يقدره. ليه؟ لان كده هتبقى شهور هيخلص. احنا عايزين شعر، احنا عايزين ايه؟ عايزين نشعر بالنجاح والثقه في النفس، والمره الثانيه يقول لك لا ده انا هزود. لكن لو هو ما جابهاش هتبقى ايه؟ هتكرهه في الفكر اصلا. ايوه تمام. فاحنا بنصغر، قلنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال صغروا اللقمه واطيلوا المضغ. فتصغير اللقمه او تصغير التارجت، والحديث ده مسند وصحيح. فهنا بنقول للاستاذه خليهم الاول ساعتين لمده مثلا 3 4 ايام، وجس النبض الطفل قادر ندوس ونقول 3 ساعات ونكافئه. عندنا 3 حاجات نكافئ، شوكولاته حاجه هو بيحبها، او فسحه او حته هو بيحبها، موسيقى تصويريه هنعلق ده انت ولد مثابر، ده انت ولد يا بابا عنده قدره، ده بطل. الحاجه الثالثه نسبه الموضوع بنسميه شعر عقاري، نروح لازقين ستار او ستيكر او صوره او حاجه هو بيحبها بنفسه وبتاع، ونكتب تحتيها اللي حصل ايه. فده بيثبت الموضوع ونستمر كده. وكل ما كنت التارجت صغير كل ما قدرت تكمل الشهر، ولو كملت الشهر ده تارجت كبير ليك، هديه اكبر بقى في نهايه الشهر بقى. على اللي عمله خلال الشهر، على كل الشهر ده انت بطل. بالنسبه للاخت الثانيه بقى، يعني ما هو على فكره هنا مقارنة انا مقارنه بقى. بص يا لميا، انا لما بسمع بيت العيله بقى لا
اه والله العظيم كنت زمان اقول نفسي اعمل بيت عيله، دلوقتي بقول الحمد لله الذي عافاني. لانه اذا احسن بيت عيله تطوعك مش زي بعضها. صح، ما هي دي النقطه، ما هي دي النقطه. وبعدين في نقطه، يعني بعض بيوت العيله الملتزمه اللي هي ايه، يعني ما حدش يدخل في شؤون الثاني، العيال بيختلطوا كل حاجه ومش عارف ايه. بس ممكن يعني في ناس كانوا عاجبيني قوي في رمضان بيعملوا ايه، ليهم خال كده في العماره عنده قدره ستوري تيلنج حلوه، يروح مجمعين العيال يا قبل الفطار يا بعد الفطار، يقعد يقول لهم كلهم ستوري. حتى كان في بينهم ولد معين يعني هو عايز يصلح له سلوكه من غير ما الكلام ليك يا جاره، من غير ما حد ياخد باله، وبيستخدم قصص الانبياء في الموضوع ده. الجمال هنا انك انت طول الشهر تستخدم حاجه ليها علاقه بالموضوع، قصص الانبياء. فكره بقى انه يعني طفلين، يعني هنا مش هقول ايه، يعني لازم الكبار يتدخلوا في ده، ان هم يعني بقدر الامكان لو في دلوقتي طفل قال له انا بصوم اكتر منك وهم قاعدين، يقول له ما خد بالك انت ممكن بتصوم اكتر منه، بس هو كل واحد ربنا اداله حاجه، انت بتصوم في الاكل، هو مثلا بيصلي مع باباه، بيروح يعمل حاجات للفقراء، كل واحد فيكم عنده ميزه. نقنع الناس، لكن مش ممكن نقول وانت ان شاء الله، يعني مش لازم نفس الحاجه. يعني مش عشان انا قلت قبل كده مره، مش عشان ابني شاطر في الماث واخوه مش شاطر اقول له لا وانت كمان زيه، احنا مش بنجامل. ايوه كل واحد له قدره. فخدوا بالك الرسول عليه الصلاه والسلام قال والله لما نصوم على قد قدرتنا ساعتين، انت بتصوم ساعتين، هو عنده ندور له على ميزه ثانيه، وانت كذا، يبقى العيال هترضى كلها. المقارنه اللي بتحصل في بعض الاسر امتى تكون مفيده او امتى ممكن تكون ايجابيه وامتى تكون سلبيه؟ انا فاهم قصدك، يعني ان كنت انا فكره المقارنه دي برفضها خالص. وحضرتك يعني قلتي فعلا صوابع ايدك مش زي بعضها، لكن اذا جاز هيبقى في المقارنه الايجابيه اللي هو ايه، انا شايف يعني اولا الايجابيه دي بتبقى ايه، يعني انا بفضلها تبقى بقارن حد صغير بحد كبير. ما قلت ما بقارنش الكبير بالصغير، اقول له شوف اخوك، الا لما اكون وصلت المرحله كله واثق في نفسه اقول له عايزين نعمل زي بتاعه احمد دي مثلا، حركه معينه او صيام او فكرته حلوه فكرته او طريقته حلوه او الحاجه اللي عملها. هديك مثال في واقع الموضوع يا رامي، اتفضل. لو احنا اتفقنا ان احنا الشهر كله هنلعب على تجويد الصلاه، بمعنى مره مش هو في الجماعه بيقول مثلا يعني القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، طبعا بعيدا عن فكره التباعد الاجتماعي دلوقتي. أيوه. مثلا ما باجي اصلي ساعه التشهد مش عارف بيبقى صباع الرجل مش عارف الناحيه مهارات في الوضوء. لو قضينا الشهر كله كل مره بنمسك تكه ونعملها بشكل فني، يلا نعملها يا اولاد، انت شاطر في حته الوضوء في انك انت بتسبغ مسح الوجه مثلا، بتوصل لشحمه الاذن زي ما افهم عن السنه يعني. الوضوء. انت حته الدين بتعملها كويس، على فكره ده بيخلي العيال تتنافس منافسه، انت شاطر في كذا وانت شاطر، كلنا شاطرين بس كل واحد في حته. مش وضوء كل واحد بيتميز في جزئيه معينه. هيحبوا الوضوء ويحبوا الطهاره والميه اللي نازله دي، شوف قاعده بتاخد الذنوب ونازله بيها ازاي، الموضوع فاني يعني، انت بتوصل داتا معينه بطريقه فاني. مش يعني ما بحبش الناس اللي هي يعني مصممه ان احنا ما نقول لا حرام لا حلال لا كذا ومكشر للطفل، الطفل عايزك مبتسم اولا، قولها وانت مبتسم. فدي مهمه جدا، يعني رجوعا اللي احنا بنقوله كله، عندك انا بقول الاخت دي خيرا ان فعلوا بيت العيله ده، لو جمعوا اطفال اللي حطوا الكبار بلان مع بعض، هنعمل كل يوم ستوري ونجمع العيال نحببهم في بعض ونحببهم في السنه. اي انا بنصحها بقول اي حد فيهم عنده مشكله زي المشكله اللي قالتها دي في الكواليس الكبار يتكلموا مع بعض، انا عايزه بس اتك على حته انه لا مفيش فرق في عدد، يعني هي لو في مساحه بينها وبين البيت انا ما اعرفش أيوة يقربوا ايه يقربوا ايه لبعض ومش عارف لو في مساحه للكلام ان انت تقولي لهم ما تقارنوا، هو مش مثلا ببعض عشان هو ده قدرته ان هو قادر، كان ممكن يكون قدرته يعني البدنيه واحد قادر على الصيام لحد المغرب، لكن الثاني ضعيف ما بيقدرش مثلا. ما في حد يعني هم بتقول لك هو تعبان نفسيا وزعلان، هم تقريبا بيقولوا لا احنا ربنا بيحبنا اكتر، احنا بنصوم اكتر وهنخلص وانت حرام مثلا. طب لو هو اصر الولد على ان هو لا انا هصوم وهكمل لحد المغرب، ويعني او طبعا لو قدر ان هو يعمل، انا ممكن اقول له حاجه، لو هو انا دلوقتي وانا بكلم لم يخطرت في بالي فكره، اتفضل. ممكن اقول صيام نباتي وحيواني، بمعنى ان اقول له بص، وده بيننا وبين بعض السر ما بين ماما وابنها، انه بص ما تاكلش الحاجات مثلا حاجات معينه، يعني بعد لحد الساعه كذا ما تاكلش خالص، الساعه الفلانيه ابدا كل حاجات، واحنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، مش بقول اكذبوا بس مش لازم نقول، هم لما يجوا يسالوا اقول لهم الحمد لله، يعني مش لازم انا اقعد اقول كل الحاجات اللي انا يعني ان انا مثلا كلت حاجه بسيطه، ممكن هو مش لازم يعني احنا اللي هنعمله ايه
المأكولات مش هتبقى بكمية بعد الساعة كذا. والله يا دكتور أنا يعني اتفضلي هقول لك رأيي يعني. أيوة لا لا يعني هي يعني بتختلف. يعني أنا رأيي لا إنه ما كل واحد حر في حياته، كل واحد حر في تربيته والابن. أنت لعبة أثر بعضيها. طبعا أثر بعضيها. يعني هي الألطف إن هي تقول لهم يعني يا جماعة يعني من 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 يعني ما نقارنش حد بحد عشان الولد نفسيته تعبانه من ده او ده، ده بيضايقه. وانا اتكلم مع الكبار وانا يعني ليا طريقه معينه في تربيتي لابني، في تعويده على الصيام، في ايا كان. يعني انا ممكن زي ما قلت لك لو عملنا التجميع دي هم الكبار مالهم دماغهم قلبت صغيره فجاه كده ليه يعني دول دول اطفال. انا عم انا خال انا وات ايفر بقول بص يا اولاد سمعت الولد بيقول الكلمه دي، فقلت له لا عايز اقول حاجه. انتوا عارفين الايه اللي بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ عارفين يعني ايه؟ انت وسعك قد كده، هو وسعه قد كده، بس هو في الرياضه وسعه قد كده، ندور على نقطه قوه كده. العيال هترضى وتسكت. لكن تقول له عيب يا حبيبي، لا ما حدش ما حدش دعوه بالتاني. انا مش عايز اعمل كده. يعني انا عايز اخلي العيال الموضوع فني جدا وهم قاعدين. انت انت وسعك في الاكل بسم الله ما شاء الله معدتك اكبر او معدتك بتتحمل او عندك القدره، لكن هو مثلا ده في النقطه الفلانيه. كل واحد يا اولاد ربنا اداله نقطه قوه عشان ما نطلعش الاولاد كمان في حساسيه. من بعض. طبعا طبعا.